رئيس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء والذي عقد صباح اليوم عن بعد. وفي مستهل الجلسة ثمن مجلس الوزراء عاليا المتابعة الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى قدوه الله ورعاه لأوضاع البحارة البحرينيين الذين كانوا محتجزين في قطر لحين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، وذلك في إطار الرعاية التي يحيط بها جلالته أيده الله لكافة أبنائه المواطنين وبحرصه الدائم على ضمان حقوقهم، معربا المجلس في ذات الصدد عن التقدير لسلطنة عمان الشقيقة على دورها في المتابعة في هذا الشأن. بعدها وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لإطلاق البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية والذي يهدف إلى خلق 25,000 وظيفة في عام 2021 وتوفير 10,000 فرصة تدريبية سنويا، بما يحقق التطلعات المنشودة بجعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف. وسيرتكز البرنامج في نسخته الثانية على 3 مبادرات أساسية تتمثل في تخصيص تمكين لميزانية قدرها 120 مليون دينار لـ3 أعوام 2021-2023، والذي يمثل ضعف ما تم تخصيصه خلال السنوات الخمس الماضية لدعم توظيف البحرينيين من خلال برنامج دعم الأجور، مع زيادة مبالغ ومدة الدعم والمقدم للمسجلين على قوائم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والداخلين الجدد إلى سوق العمل. وتشمل المبادرة الثانية على تمديد فترة الإعلان عن الشواغر قبل استخدام العمالة من 2 إلى 3 أسابيع. أما المبادرة الثالثة فترتكز على تشديد الإجراءات الأمنية للرقابة على العمالة غير النظامية، هذا إلى جانب الاستمرار في تقديم مبادرات البرنامج في نسخته الأولى. ثم رحب مجلس الوزراء بالبيان الذي أصدره البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، والذي وصف مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية الشقيقة بالشريكين الاستراتيجيين الرئيسيين، مؤكدا المجلس بأن هذه الخطوة تضيف دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والتي حققت نجاحات استثنائية في مواجهة تحديات إقليمية وعالمية بالغة الدقة. ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي: أولا، الموافقة على المذكرات التالية: مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية. ثانيا، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن استدامة الصناديق التقاعدية والتي تضمنت الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتطبيق الإصلاحات الستة المستعجلة لمد عمر الصناديق التقاعدية حتى عام 2078، إلى جانب زيادة المعاش التقاعدي الذي يقل عن 500 دينار بنسبة 3% لهذا العام، وذلك في ضوء ما تقدم به مرئيات مجلس النواب وما تم من مناقشة لرسالة الحكومة المتضمنة على توصيات مستعجلة لمد عمر الصناديق التقاعدية. ثالثا، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، والذي يتضمن تعديلات تتعلق ببعض أسهم الشركة وأنشطتها. رابعا، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تعديل بعض أحكام إنشاء وتشكيل لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي، ويقضي التعديل بأن تكون اللجنة الجهة المختصة بالاتصالات الراديوية في تطبيق أحكام قانون الاتصالات. خامسا، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تنظيم الترخيص للهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة بقبول الهيئات والتبرعات وإصدار الأداة القانونية لتسمية وزارة شؤون الشباب والرياضة ووزيرها ليكونا المعنيين بقبول هذه الهبات والتبرعات. سادسا، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تعديل دليل إجراءات بيع أرقام التسجيل المميزة والشبه المميزة وتعديل بعض أحكام قرارين وزاريين متعلقين بالمرور لتحقيق ذلك. سابعا، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن آلية التعاون
بين وزارة الخارجية وهيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، والتي تستهدف تعزيز تبادل المعلومات والتشاور بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والأمنية والقضايا الإقليمية. ثانيا، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن بناء مركز اجتماعي شامل بمحافظة العاصمة بالتعاون مع القطاع الخاص. تاسعا، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن رد الحكومة على 6 مقترحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب.